الإحصائيات بتقول إن تلت الأكل على مستوى العالم بيهدر. في مشكلة بتواجه معظم مطاعم مصر، إن العرض بيبقى زيادة على الطلب في أوقات معينة من اليوم أو في أيام معينة. طبيعي جدا بيحصل موضوع هدر الطعام في أي حلوان في الدنيا، بيحصل موضوع هدر الطعام، بتبقى الحاجة كمية معروضة، كمية كبيرة جدا. ما أنا شايفة مع تكية في الإندستري اللي إحنا فيه أو في البيزنس أو في F&B ده هيفرق جامد. لما عرفت عن الابلكيشن بتاعي انبسطت جدا، اتحمست وفي ناس معايا بتحاول تعمل فرق. اول مره سمعت عن تكيا لقيت ان في ابلكيشن اتعمل لوقف هدر الطعام. الابلكيشن موجوده طبعا على بلاي ستور. تكيا بتديني فرصه ان انا اعلي مبيعاتي على اصناف معينه، فبالتالي بقلل نسبه الهدر فيها من خلال عرضها على الابلكيشن، طازه بشكل يومي باسعار مخفضه للمستهلك. بتتعامل مع المطعم من دول وبيخرج الاكل الزايد عن حاجته علشان ما يبقاش مهمل. كل شخص لما يطلب من تكيا بيقدر يوفر فلوس، بيقدر يحمي الطبيعه، بيقدر يقلل من التلوث، وكمان بيساعد المطاعم دي ان تزود الربح بتاعها. تكيا والله انا لقيتهم ابلكيشن يعني مميز جدا، اللي بينزل الطعام على الابلكيشن بنزله النهارده بحيث ان هو يبقى فريش، لما تطلبه من الابلكيشن من عندي بيبقى فريش فبيوصلك فريش. حلو في تكيا انك كمستهلك بتاخد الاكل بسعر مخفض، يعني وفرت في فلوس واكل طازه وكمان ساعدت في وقت الهدر. ما تنسوش تنزلوا التطبيق بتاع تكيا على موبايلاتكم يوميا من الساعة 8 مساء لغاية الساعة 11. بوعدكم ان كل حاجة فريش في فريش، وتستمتعوا بأحلى خصومات حصرية على تكيا، وده وعد مني ليكم.